بيان اللجنة العليا للإفتاء بشأن حلول عيد الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد تعذرت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه فإن اللجنة العليا للإفتاء تعلن أن غدا السبت 23 من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأحد 24 من شهر مايو هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام. واللجنة العليا للإفتاء إذ تهنئ الليبيين جميعا بالعيد المبارك، فإنها تسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يرفع عن بلادنا الأمراض والأوبئة، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر جيشنا في حربه على الخوارج المارقين والإخوان المفسدين والترك المعتدين ومن يناصرهم من المجرمين، وأن يشفي جرحانا ويكتب قتلانا في الشهداء إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.